النهاردة ان شاء الله هنعمل عصير فراولة عادي خالص. فمحتاجة بس فراولة، وبتجيبيها من السوبر ماركت طبعا او من الخضري، وعسل ابيض، بنحلي بعسل ابيض، عمرنا بقى ما بنحلي بسكر عشان العسل الابيض صحي، السكر الابيض مش صحي. وبيبقى معانا ليمونة لازم في العصير، ومعلقة اوتس. الطريقة الصحيحة بقى لغسل الفاكهة يا حبايبي، ان احنا لازم تبقى في حاجة عميقة كده، عميقة، وتبقى المية جارية كده لمدة 5 دقايق. وبعد ما بتخلص ال5 دقايق من الشطف بالمية، بس طبعا ما نستخدمش صابون ابدا ابدا في غسل الفاكهة او الخضار، نستخدم مية بس حاف كده لمدة 5 دقايق، مية جارية في حاجة عميقة. نقفل بقى المية خلاص، وايه، نحط بالظبط معلقة خل كده، وننقع الفاكهة في المية العميقة بالخل دي لمدة 5 دقايق تانيين، وبعد كده نشطفها بالمية الحاف ونحطها تتصفى في مصفى. دلوقتي بعد ما نقعتها في المية والخل، هشطفها بقى بمية حاف كده وحطها تتصفى في المصفى. طبعا ايه، باخد الفراولة بالذات من المية واشطفها كده، عشان ساعات الفراولة بيبقى فيها رمل، فخلاص يكون نزل في المية العميقة دي، ولما باخد الفراولة من المية خلاص يعني ما بيبقاش فيها رمل، بقى الرمل بيسقط في قاع الحلة اللي انا غسلها فيها. هفضل اعمل كده لحد ما كلها تخلص. انا هنا حطيت بقى المية في الخلاط، وحطيت اول حاجة معلقتين اوتس اللي هو يعني شوفان، وحبة عسل ابيض، وحطيت الفراولة بعد ما كنت غسلتها كويس جدا وصفيتها في حطيتها في المصفى دي تتصفى، وشلت منها الاخضر وحطيتها في الخلاط. هبدأ اضرب بقى. خلصت عصير الفراولة، ضربته في الخلاط ورحت حطها على طول ايه في ازايز ازاز، وهشيله في التلاجة. وبالهنا والشفا.